قد تفوق الجزائري على الصعيد القاري، جاء متأخرا شوية، لأنه في السنوات القليلة الماضية كانت الجزائر واحدة من أقوى المنتخبات، والدليل أنها تأهلت كمنتخب عربي وحيد مرتين متتاليتين إلى نهائيات كأس العالم. كان بإمكانها تتوج باللقب القاري قبل هذه المرة، ولكن هذه المرة السبب الرئيسي والمباشر ليس هو توفر المادة الخام واللاعبين المتميزين، بل كانوا موجودين من زمان. أعتقد بأن جمال بالماضي كان عامل مهم جدا في هذا التفوق الذي حدث على مستوى الكرة الجزائرية، والتفوق بامتياز. يعني تتويج الجزائر لم يكن مفاجأة، تتويج كان بعد أن أثبت المنتخب الجزائري بأنه الأفضل في كل شيء. كان عنده أفضل خط هجوم، أفضل خط دفاع، أفضل لاعب، أفضل موهبة، أفضل هدف، أفضل منتخب. فالألقاب التي نالها هذه السنة أكدت تفوقه، والفضل يرجع لجمال بالماضي اللي عرف كيف يتعامل مع اللاعبين وعرف كيف يعاملهم من الناحية المعنوية والنفسية أكثر مما عملهم من الناحية الفنية. نعم صنع الفارق فنيا بفضل خططه، ولكن يبقى وأن العامل الأساسي بالنسبة إلي هو جمال بالماضي الذي عرف كيف يتعامل مع هذا المنتخب ومع اللاعبين. طبعا هناك إجماع كبير جدا على الصعيد العالمي، ليس فقط قاريا وعربيا، ولكن حتى على الصعيد العالمي، بأن ما فعله محمد صلاح لحد الآن هو ملفت للانتباه والنظر، هو شيء رائع جدا يعبر عن قدرات كبيرة جدا كانت ولا زالت موجودة عند محمد صلاح. لأنه اللاعب في ليفربول ليس في متناول أي واحد، التألق بأن تكون هداف وبأن تكون أفضل لاعب في أفريقيا مرتين متتاليتين وأن تكون ضمن الخمسة الأوائل على الصعيد العالمي، فهذا أمر ملفت ورائع جدا. أعتقد قلال اللاعبين الذين فعلوا مثل هذا. شيء جميل وجميل جدا ومحفز كذلك. أنا لا أنظر إلى محمد صلاح لأنه هو تحصيل حاصل الآن، الشيء الأجمل هو أنه محفز لبقية اللاعبين الشبان في مصر لكي يجعلوا منه قدوة ويدركون بأنه بإمكانهم أن يصلوا إلى ما وصل إليه محمد صلاح بانتهاج طبعا نفس الطريق. عندما تسألني ما هو الفرق بين محمد صلاح ومحرز، أنا أسألك ما هو الفرق بين ميسي ورونالدو. تصور بأن كل هؤلاء الأربعة مبدعين ومتألقين، ويجب أن نتجاوز عملية المقارنة والمقارنة بين اللاعبين. كل واحد عنده نقاط قوته، عنده نقاط ضعفه، كل واحد عنده مميزاته، كل واحد عنده قدراته ومهاراته، كل واحد مبدع في فريقه وفي منتخب بلاده. يجب أن نتجاوز هذا الأمر. أنا بالنسبة إلي لا أقارن بين عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ولا بين عادل إمام وممثل آخر. بالنسبة إلي الإبداع والبراعة والمهارة هي أشياء لا يمكن أن تقارنها ببعضها البعض، يمكن أن تصفها كلها بأنها متميزة ورائعة جدا وتستحق التشجيع وتستحق الثناء كذلك. الأهداف الجميلة التي سجلها محمد صلاح ورياض محرز، أنا أذكر هدف سجله في الدوري الإنجليزي محمد صلاح السنة الماضية، كان في منتهى الروعة من تسديدة من بعيد، والله نسيت المناسبة والفريق اللي يلعب ضده، كان صنف ضمن خانة أفضل هدف خلال الموسم. طبعا هدف رياض محرز أمام نيجيريا في نصف النهائي كان الأجمل، لأنه كان المؤهل للنهائي وكان في اللحظات الأخيرة، وكان صوتي على تلك المباراة وعلى ذلك الهدف، فلذلك يعتبر الأفضل، لأنه جاء في مرحلة مهمة جدا من مراحل الكرة الجزائرية في حياتي. ولا جهزت كلمة واحدة عند التعليق على مباريات الكرة. أنا قوتي ممكن في عفويتي، وتميزي أيضا ممكن في عفويتي. عندما تكون صادق ومخلص في كلامك أكيد تأتيك الكلمات، عندما يكون فكرك مرتبط بالثروة اللغوية التي تملكها أكيد يكون كل شيء متناغم وكل شيء منسجم. أنا في تلك المباراة، تقول لي كنت أتوقع الهدف؟ نعم كنت أتوقع، كنت في ذهني أتوقع ما أقول. نقول لك كان في ذهني أشياء أنني نقولها لو يسجل رياض محرز، فجاء الهدف بذلك الشكل وجاءت المشاعر. الكلمات اللي قلتها كانت تعبر عن مشاعري. أنا في حياتي ولا حضرت كلمة ولا جملة واحدة عند التعليق على مباريات الكرة. أنا معروف عني أنني أحيانا نتوقع حدوث شيء ما، خاصة فيما يتعلق بالأهداف. تلك اللحظات بالذات أنا كانت عندي أولا مشاعر اختلطت علي، عندي أمنية وكان عندي إحساس، أمنية ورغبة في أن نسجل، وعن كان عندي إحساس بأنه رياض محرز سيسجل الهدف. فاختلطت مشاعر الأماني بالتوقع بمشاعر أنه كونه أنه
لاعب جزائري ومنتخب جزائري، كلها أعطت ذلك الأمر. ولكن صدقني بأنني قبل تنفيذ المخالفة أنا شاهدت الهدف قبل أن يسجل في مخيلتي، ومثل ما توقعته توقعت شاهدت بأن رياض سيسجل في تلك الزاوية التي سجل منها، فكان ذلك. لذلك مشاعري سبقتني، ولذلك حتى الدموع سبقتني، لأنه كنت مهيأ كذلك لأن أتجاوب مع الهدف الرائع الذي سجله رياض. هو كنت راح نقول له بأن كنت مبدع، فاتني وقال لي بأنك أنت كنت مبدع. وهو نفس الكلام اللي قلت له في رسالة على الواتساب، بعثت له الفيديو قلت له كنت مبدع يا رياض، قال لي لا أنت اللي كنت مبدع يا حفيظ. فما هذه هي أولى الكلمات التي تبادلناها. طبعا رمضان صبحي وطارق حامد أعتقد بأنهما اثنان من اللاعبين الواعدين الذين يتميزون ويتحلون بالكثير من القدرات لكي يصنع أمجاد مصر لاحقا. أنا في نظري هما اللاعبان اللذان أتوقع لهما مشوار موفق في المستقبل مع المنتخب الأول المصري بإذن الله تعالى. وهنا أيضا أنا لست يعني كل زمن وزمان وكل وقت ووقت وكل لاعب وقدراته، ولكن يبقى محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة ومحمد صلاح اليوم علامات فارقة في الكرة المصرية، من دون أن نغفل عن الكثير من الأسماء التي تألقت مع ناديها ومع منتخب مصر. ولكن هذا الثلاثي أعتقد بأنه ترك بصمة كبيرة وكبيرة جدا في أذهان وفي عقول الناس وفي نفوسهم كذلك، لأنهم مبدعين فعلا. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. تحياتي لأخوي الأخ أحمد شاكر، أنا سعيد جدا بإجراء الحوار هذا بموقع في الجول، وشكرا جزيلا على أسئلتك وعلى تفاهمك، وبالتوفيق إن شاء الله.